بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيم السماوات والأرضين، جامع الناس ومجازيهم جميعا يوم الدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي أرسله الله رحمةً للعالمين، ومحجَّةً للسالكين، وحجَّةً على الخلائق أجمعين. فصلى الله وسلم وبارك عليه، ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين، وعن أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أيها الإخوة أن الله عز وجل قد خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جسيمة، قد أخبر عنها تبارك وتعالى كما في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد فسر الصحابة رضي الله عنهم هذه العبادة بأنها التوحيد. وقد كان الناس معشر الإخوة الكرام بين آدم ونوح 10 قرون تقع فيهم الجرائم والمعاصي من قتل وغيره، ولم يرسل الله عز وجل إليهم الرسل بعد على عظم خطر تلك الذنوب. ولما وقع الشرك في الأرض بعد هذه 10 قرون غار الله على خلقه، فبدأ بإرسال الرسل الواحدة والآخر، ما منهم من أحد إلا وأول ما يطرق سمع قومه منه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكان أولهم نوح عليه السلام، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لا يدعوهم إلا إلى توحيد الله تعالى، أو ما كان من مقتضياته ومكملاته. وهذا إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام، ابتلي في ولده ووالده وكسر الأصنام بيده. ابتلي عليه السلام ببلاءات عظيمة. خذ مثلا هذا البلاء: شيخ كبير بلغ 80 وفي قول 120 ولم يرزق بولد بعد، وحينما بلغ تلك السن يبشر بولد، وهذا الولد ذكر، فكيف سيكون فرح هذا الشيخ بهذا الولد الذكر؟ لا شك أنه فرح عظيم. ولو ابتلي إبراهيم معشر الإخوة في ذبح ابنه وهو في المهد صغيرا لكان الأمر أهون، ولكن الله عز وجل ابتلاه لما بلغ هذا الابن معه السعي، لأن القلب لا يزال يتعلق بالابن كلما كبر، ومن جرب الولد وجد. حينما بلغ إسماعيل ابنه عليه السلام هذه السن يقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أسلم لله وتلى إبراهيم ابنه للجبين، فلم يبق إلا أن يهوي على حلقه بالسكين. ولما حصل الابتلاء والامتثال والانقياد فداه الله عز وجل بذبح عظيم، وسماه الله تعالى بلاء مبينا. إبراهيم أيها الإخوة، التي هذه بعض حاله، كان يسأل الله عز وجل
أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كان من دعائه عليه السلام. ولو دعا أحدنا معشر الإخوة بهذه الدعوة اليوم ربما اتهم في عقله، والله المستعان. أفأمن الوقوع في الشرك؟ قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم معشر الإخوة، كما تعلمون من سيرته أنه مكث في مكة 13 سنة لا يدعو الناس إلى شيء إلا إلى توحيد الله تعالى. كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلح. يسير في طرق مكة وسككها. ولما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، هل ترك دعوة الناس إلى التوحيد؟ أو قال: إن الناس ليسوا بحاجة إلى التوحيد لأن الناس قد حسن دينهم وإسلامهم؟ لا والله، كما يقول بعض الناس اليوم، لا والله، بل استمر على دعوة الناس إلى التوحيد حتى توفي بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه. وأنزل الله عز وجل عليه بعد أن هاجر إلى المدينة كما قال المفسرون قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهو من هو صلوات الله وسلامه عليه؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لا يعلم لا إله إلا الله؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. ولكن المرء مهما كانت منزلته ومهما عظمت مكانته لا يزال بحاجة إلى تعلم معنى هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإلى معرفة حقيقتها وفضائلها ومكانتها من الدين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وحقائق هذه الكلمة، كلمة التوحيد، وفضائلها ومكانتها من الدين فوق ما يصفه الواصفون. هذه كانت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم التي استمر عليها حتى توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى. بل كان من آخر ما قال صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. كان صلى الله عليه وسلم يحذر من مظاهر الشرك، والتي منها هذا المظهر، اتخاذ القبور مساجد. وهذا المظهر العظيم من مظاهر الشرك أيها الإخوة موجود اليوم. نعم، لقد من الله عز وجل علينا في هذه البلاد بولاة أمر يعظمون أمر التوحيد ويحذرون الناس من الشرك ويقضون على مظاهره. لكن لو خرجنا إلى خارج هذه البلاد لرأينا العجب العجاب، والله المستعان. ومن ذلكم أننا لو خرجنا إلى بعض الدول ندخل إلى المسجد تلو الآخر نتعبد لله تعالى ألا نصلي فيه، لأن تلك المساجد تضم قبورا ولا يكاد يسلم منها مسجد ليس فيه قبر أو بني على قبر. والصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تجوز، ويجب على من صلى في تلك المساجد أن يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. بل كان صلى الله عليه وسلم معشر الإخوة يدعو الناس إلى التوحيد على كل حال،
وفي جميع الظروف حتى في حال الحرب. كان يدعوهم إلى التوحيد في حال الأمن وفي حال الحرب. فقد روى الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وكان من السبعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكانوا ذاهبون إلى جهاد في غزوة حنين. قال: فمررنا بسدرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يتعلقون بها ويتبركون بها. قال: ثم مررنا بسدرة خضراء كبيرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. تخيلوا أيها الأخوة هذا الموقف، وهم ذاهبون إلى جهاد في غزوة حنين، يسأل بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها كما كان المشركون يفعلون. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إننا في جهاد وإن المصلحة تقتضي أن تؤخر الدعوة إلى التوحيد مجرد تأخير، وإن الدعوة إلى التوحيد تشق الصف وتفرق الجماعة؟ هل قال شيء من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما نسمعه اليوم من جماعات مسمات بالإسلامية هدفها جمع الناس كيفما كان الأمر على شرك وبدع ومحدثات وما إلى ذلك؟ لا خير في الاجتماع أيها الإخوة ما لم يكن على توحيد الله تعالى. وأنت الجماعة، ولو كنت وحدك ما دمت على التوحيد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما رأى ذلكم الموقف النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الجيش وصاح بأعلى صوته كما يقول الراوي، فقال: الله أكبر، وفي لفظ: سبحان الله. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا الحديث العظيم أيها الإخوة استفاد منه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، فقد أنقذنا الله عز وجل به من الضلالة، وعصمنا به من الهلكة بعد أن كان الناس في مكان ليس بعيد يعبدون غير الله عز وجل، فأنقذنا الله عز وجل به ومن أعانه وساعده من ولاة أمر هذه البلاد. هذه البلاد أيها الإخوة التي طاب أصلها بالتوحيد فطاب فرعها حتى صارت من أعظم البلاد في العالم. والله ما تميزت بشيء، ما تميزت بتمسكها بعقيدتها ورجوعها إلى دينها. فإن حافظنا على هذه النعمة وقمنا بشكرها وشكر ولاة الأمور على هذه النعمة العظيمة، نعمة التوحيد، وكون السنة قائمة لا يمكن من الدعوة أيها الإخوة في هذه البلاد اليوم ولله الحمد إلا من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أليست هذه نعمة تستوجب منا شكر الله عز وجل عليها؟ الناشئة أيها الإخوة والصغار يتعلمون التوحيد منذ نعومة أظفارهم ومنذ المراحل الابتدائية الأولى، يعلمون أصول الإيمان، أنواع التوحيد، شروط لا إله إلا الله، المسائل التي يسأل عنها العبد في قبره غدا إذا قبض، غضة طرية صافية. كل مسألة منها مقرونة بالدليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
بينما نجد أن بعض الدول تدرس العقائد المنحرفة في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها. أليست هذه نعمة أيها الإخوة أن ينشأ الصغار على توحيد الله تعالى؟ والله تكاد تسلب هذه النعمة إذا لم تشكر فتحل بعض المقررات محل هذه المقررات، مقررات التوحيد، فلنقم بشكرها ولنذكر هذه المحاسن أيها الإخوة، لنذكرها للناس، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، وليذكر بها بعضنا بعضا. فإن الله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. بعض الناس لا تقع عينه أيها الإخوة إلا على السلبيات والمساوئ، وينسى هذه الحسنة العظيمة التي هي فوق كل حسنة، وهي حسنة التوحيد. فأمر التوحيد أيها الإخوة أمر عظيم، والشرك أيها الإخوة قد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على من هو خير منا، قد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته، كان يقول لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. الخطاب موجه لمن أيها الإخوة؟ موجه إلى بكر، إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر الفاروق الذي إيمانه يرجح بإيمان هذه الأمة إذا أخرج نبيها وصديقها، وعثمان وعلي وسائر العشرة والمبشرين بالجنة، فما بالك بنا؟ كان يقول شيخ الإسلام أيها الإخوة الإمام محمد بن عبد الوهاب معلقا على هذا الحديث، حديث أبي واقد الذي ذكرته، يقول: وهذا الحديث يفيد بأن المسلم بل العالم، هؤلاء صحابة أيها الإخوة الذين سمعتم قصتهم، ومع ذلك فقد حصل منهم ما حصل. قال: وهذا الحديث يفيد بأن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، وأن قول القائل، وأن قول القائل التوحيد فهمناه أنها من أعظم الجهل بدين الله تعالى، وأنها من مصائد ومكائد الشيطان. لو فهم التوحيد أيها الإخوة لما رأينا القبور تعبد من دون الله تعالى. أكثر من 22,000 قبة ومزار وقبر في البلاد الإسلامية تدعى من دون الله تعالى، ويطاف بها ويتبرك بعتباتها. تجد أن الحجر قد تآكل، الحجر الذي على تلك القبور والأضرحة قد تآكل التي تدعى من دون الله تعالى من كثرة ما يتمسح به. في عام 1416 أيها الإخوة، وفي إحصائية، اجتمع عند قبر واحد فقط أكثر من 3 ملايين نسمة. ماذا يصنعون عند ذلك القبر؟ هل يزورونه من أجل أن يتعظوا؟ هذا يحصل بزيارة أي قبر من القبور، ولا يحتاج إلى شد رحل، لكنهم يدعونه من دون الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء العبادة، فإذا صرفت الدعاء لغير الله فقد عبدته مع الله. يسألون تلك القبور مع الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ويأتون بالقرابين والذبائح يتقربون بها عند تلك القبور. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه عبادات لابد أن تكون لله رب العالمين. هل يجوز أن تكون لله ولغيره؟ لا والله، ولذلك قال: لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بتصفية العبادة لله عز وجل، وإخلاص العمل لله عز وجل، وترك الشرك صغيره وكبيره. هناك معاهد أيها الإخوة
عطفاً على ما سبق ذكره. تدرس الناس ماذا في بعض الدول العربية؟ وأنا أذكر ذلك أيها الإخوة من باب التحديث بنعمة الله عز وجل علينا في هذه البلاد. هل تدرس الناس التوحيد والحديث والفقه والتفسير أو الطب والهندسة أو ما يعود على المسلمين بالنفع في دينهم ودنياهم؟ لا والله، وإنما تدرسهم ما يسمى بالأبراج والبروج التي بدأت تروج وتنتشر بين الشباب والفتيات عبر وسائل التواصل الحديثة، وهي والله ضرب من ضروب الشرك والكهانة والعرافة. والشرك أيها الإخوة سيقع في هذه الأمة، لأن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيقع، فقال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، ولا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء بني دوس عند صنم ذي الخلصة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين. وقال صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كما في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: لأحدثنكم بحديث لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم، وفي لفظ يرفع العلم، يقل في أول الأمر ثم يرفع في آخر الأمر، فلا يبقى موحد، يبقى شرار الخلق. ولأن الحياة أيها الإخوة لا تستقيم بدون توحيد وبدون علم، فإن الله عز وجل يقيم الساعة. قال: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويثبت الجهل. وفي بعض الأحاديث: يبث الجهل، دعاة يبثون الجهل. وهذا وجود اليوم أيها الإخوة، هناك من يبث الجهل والشرك والدعوة إليه باسم دورات تطوير الذات بعضها، وما يسمى بعلم الطاقة. وما إلى ذلك، فلنحرص أيها الإخوة على تعلم التوحيد ودعاء الله على أن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى نلقاه، وأن نتجنب الشرك صغيرة وكبيرة، دقيقة وجليلة، خفية وظاهرة، وأن نجتهد في تحذير الناس من الشرك وتربيتهم على التوحيد وتنشئتهم عليه، فإن التوحيد أعظم الأمور والشرك أخطر الأمور، وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا عليهما لا يفرق بيننا وبينهما حتى نلقاه. ونعوذ بالله أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك صغيره وكبيره، خفيه وظاهره، دقيقه وجليله. اللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين وأعنهم للقيام بالدعوة إلى التوحيد والسنة والطاعة وإزالة الشرك والبدعة والمعصية. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر اللهم جنودنا المرابطين على الحدود والثغور وفي الداخل يا قوي يا عزيز. اللهم انصرهم على الرافضة والحوثيين وسائر أعداء الملة والدين،
من اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا ومعذرة عن الإطالة.